وشدد الرئيس السيسي على أنه يمكن تنظيم هجرة مشروعة للدول التي تعاني نقص المواليد، كما شدد على ضرورة مواجهة نقص العمالة في أي دولة من خلال التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة محددة. نتكلم عن تنظيم الهجرة المشروعة، والهجرة المشروعة هنا قد تكون يعني حل، مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها، لا لا لا، انما تقدر تكون طاقه عمل موجوده تحقق عوائد للاقتصاد في الدول ديت، تساهم في الاجراءات اللي بتتكلم على توفير موارد ماليه للنظام الصحي اللي بيتاثر بالهرم المقلوب يعني. وبالتالي في فرصه كبيره جدا في دولنا، واحنا بنقول ان ده اتكلمنا فيه كتير قبل كده، قلنا يا جماعه تصوروا وادرسوا فكرة تنظيم الهجرة المشروعة أو الهجرة الشرعية بالحالة اللي بنتكلم فيها دي، إن إحنا يبقى النهاردة لو في نقص في العمالة في أي دولة ممكن أوي أوي يتم التنسيق والتفاهم ويبقى تقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة، ثم تعود هذه العمالة مرة أخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا.